بسيد المدير العام للملكة الوطنية جاء بنظرة وباستراتيجية كانت دائما في صلب اهتماماتنا نحن كولات، وهي تخفيف الإجراءات وتبسيطها وإزالة البيروقراطية. ما نتحدث عن هذه المصالح الثلاث هي مصالح جد هامة، لأنها المواطن في يوميته، المواطن بكل في كل مواقعه مهما كانت الصفة نتاعو، المواطن له علاقة مباشرة بهذه المصالح الثلاثة. خريطة عمل جديدة توضح فيها الأجال وتسند المهام لأصحابها. الآن هناك نفس جديد، هناك توجهات السيد الرئيس الجمهورية من خلال تعليمات أسداها، هو أننا نسرع في عملية الرقمنة دون إغفال الواقع اليومي الذي يعيشه بمرارة المواطن وكذا المستثمرين.